طيب في فكرة، في فكرة اللي هي كذا. لا الفكرة والله مو موت. السلام عليكم، اليوم جدكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب فكرته رهيبة. فكرة الماب دثران عادي، لكن كل المباني او كل الاشياء اللي بتمشي عليها راح تكون مسوي فيها ايديت. المطلوب منك انك تسوي ريست او تسوي ايديت اذا كان مو مسوي ايديت. راح تشوفوا الحين كيف فكرة الماب. قبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر اللايك، كود شوب للي ودي يحطه في اسال، وشكرا لكم جميعا على الدعم. واللي ما اشترك في القناة يشترك ويفعل زر التنبيهات لانه شيء مهم. باذن الله قريب راح نوصل 500 الف مشترك. تيبل تيبس اف يو وانت تو بلاي ثرو without any guide، تلعب بدون اي مساعده، اوكي اضغط هذا الشيء. فايش رايكم؟ لا خلونا عادي عشان ما نقدر نصايح بعد شوي وان ما خلصنا الماب. طيب يقول ان ويدن ستراكشر، يقول الخشب يمديك تسوي له اديت باي طريقه تبغاها. فتسوي كذا، يعني مثلا هو كان كذا، تسوي كذا بس، تسوي ريست وبعدها تنط نطه عاديه. وهنا شوفوا كيف حلو والله يا اخي، فكرتك رهيبه يا اخي، شكرا. ترى اديتنج دور on this wall. اوكي اوكي فهمته. الحين سوي كذا عشان تعدي. طيب هذا think about edits that add or completely. اوكي اوكي توقع كذا. لا والله مو كذا، انا اتوقع انه كذا. ليش؟ لان توديك بعيد. يب والله زي ما توقعت. اوكي هذه اتوقع انها تحط طرف كذا دائرة كذا. حلو اعطيناها كذا. الله علي، اقسم بالله فن. طيب ها هنا اوكي، هلا بالفاو. هذه كذا اتوقع عادية. يا سلام لحظة، احنا قلنا باب صح؟ يا اخي مخ والله العظيم، فكرته رهيبه الماب يمين بالله فكرتها يا اخي. شكرا شكرا، حتى يعطيني ان انا الحين في ليفل 8 يا اخي، شكرا. يطلع عليك انك تسوي ريست. ريست اللي هو هذا اتوقع انها كذا ولا كيف بفتح باب وكيف بنط من داخل وحتى ما في ارضيه. 2000 years later. طيب في فكره، في فكره اللي هي كذا. لا الفكرة والله مو موت، والله مو موت الفكرة، اصبروا. طيب كذا ممكن تسوي ايديت. حلو وبعدها حلو. الله 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 الله، هذه كذا يعني؟ اتوقع انها كذا عادية. يا ساتر. اللي بعده بسم الله. بعدين نروح ندخل هنا. حلو بعدين اوكي، هذه يبغى لها كذا ويبغى لها. يا اخي ما ادري، هذه كذا اتوقع انه يمديني، اتوقع ان شاء الله يعني. اما لا لا خرب الماب. طيب الله الله، لا نجيب بعيد لا نجيب بعيد. الله اوكي انتقلنا للمرحلة الثانية اللي هي ليفل 11. حلو هذه كذا صح؟ ما اسوي ايديت والله يا اخي. المشكلة صعب انك تسوي ايديت من بعيد وفوق كذا انك تنط، فشيئين تجمعهم مع بعض صعبة. الحين بدينا نسويها، دام نسوينا ايديت في الزاوية المفروض ان نفتح فتحة كاملة كذا على اليسار، لكن اوكي اتوقع انه يمدينا. حي ينط يا طيب. هاي اوكي حلو. واتش اوت ذيس بلوك اكتيفيت ا موفينج زون، يقول اذا وطيت على هذا الشيء راح يلحق زون، فلازم تسوي ايديت بسرعه عشان تخلصها. ف بسم الله بس كذا. والله يسموني مستر ايديتر يعني، بس في الكريتيف، اما في الاقيام ما اعرف نفسي انا. طيب هذه اتوقع انه كذا. اوكي حلو، ادري الادت بطيء بس عاد شو نسوي بعد. طيب بسم الله الله عديناها. طيب دورز ار يو فريندز هير، نظام الابواب هنا.
طيب بس هذا لازم يفتح من هنا عشان اسوي باب ثاني. يا ساتر. بعدين نطلع برا. حلو. سوي كذا. الله الله. If something is quiet out كذا يعني. كذا لين اعدي يعني. شوفوا كل ماب او كل شيء لازم يصير في عيد. فانا اجيبكم العيد من البدايه يعني. اوكي ركز ركز بارك الله فيك. اتوقع انه كذا كويس. يا رب انه يوصلني بس. ادري انه مو موصلني. يا رب. هي صديق. الله والله ما توقعتني. ما توقع ها؟ طيب انه قلنا اوكي يعني اوكي. شوف سوينا الباب اوكي. الحين ننط. كيف ننط ما ادري. ناس صوروا مابات عشان روقان. انا صور ماب عشان انفس تقلب نفسيتي. شوفوا خليتها بالعكس بعد. اوكي اوكي اوكي. نقلنا هذه. لا لا فاينلي اخيرا يا رجل. يا ساتر. طيب هذه يا ساتر. يا الهي يا الهي. هذا كيف طيب؟ لازم باب يعني؟ والله من الذكاء اللي في مخي. اوكي بسم الله. يلا خلونا نخلص الماب. والله طولت المرحلة قبل شوي. ما توقعت قسم بالله. يا ساتر. اوكي. هذه لازم تموت فيها. ما اتوقع اني مديك تعديها بدون ما تموت. هو الناس متعودين على الادت اوكي. بس الناس اللي ما تعود على الادت زيي لا. حلو فكينا ادت. حلو فكينا الادت. فكينا الادت خلاص. الحين باذن الله نعديها. اللي ما عديناها فانا في بلا في هذه. اوه صح يمدينا اسوي حركه. نسوي حركتنا اللي كذا. طيب بعدها كذا. حلو حلو حلو. اوه دام لازم اسوي ادت هناك. يا ساتر لازم تسوي ايديت. هو يقول اصلا بتموت. ما في امل انك تسوي الايديت بدون ما تموت. فسوي ايديت. صعب 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 شوي والله صعب والله. بس الماب رهيب رهيب. فكرته يعدل الايديت عندك وتفكر افكار. ابغى افكر جهه اليسار كامله عشان انط. يا ساتر. حلو ضبطناها ضبطناها. قسم بالله العظيم انه صعب. حلو سوينا هذه. اتوقع انها باب. حلو. اوكي باب ثاني. هذا باب ثالث بعد ولا؟ هذه ما اتوقع انه يحتاج باب بس انه كذا. طيب حلو. اتوقع بعدها بننتقل للحديد ولا لا؟ اللي بعدها. حلو حلو. اهم شيء فكينا كل شيء عشان الحين نخلص التشابتر الثاني اتوقع من هذا الماب. ما ادري تشابتر ولا جزء اللي هو الزبده انه الجزء الثاني. ف بسم الله. حلو خلصنا. الحين وصلنا للحديد. فيا ساتر لازم افكدت عشان يروح الحديد ولا كيف؟ حلو حلو. الحين راح نخلص الليفل الحمد لله. يدي جاها تشنج كثر الادت. حلو. Got to be lighting fast with this edit. دايم قبل شوي بوصل الحين سبيد. يقول لازم تسوي ادت بسرعة الضوء. يا رب اني فتحت الباب. في صوت فتحة باب. يا رب كريم تكفى. يس يس سويت ادت. والله سويت ادت بس ما ادري سوى كونفيرم ولا لا. حلو. الله الله يا ساتر. هاي كأنك تلعب فايت اوكي. اذا واحد يحط فوق هرم تسوي كذا. بس لم تصبر. اوكي ضبطت الحين الحمد لله. الحين سو باب. رقية الباب هذه صعبة جدا. يب زي ما قلت لكم.
ساتر. لا 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 تكفى. الله اكبر. اقسم بالله ارتفع ضغط، ارتفع ضغط بشكل يا الله. يوم شفت شكل على طول قلت اوه سهل. سماش اتوقع يجي كذا. اوه يا الهي يا الهي. هذا وين؟ اوه هذا اعطيها نيون كذا. حلو 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 كذا تو كذا اسهل ولا بسم الله. حسبي ربي جل الله. الحين طحنا مشكلة ثانية، يعني سويت ايديت جبت العيد، كيف ارجع الايديت؟ توبة 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 توبة. الحمد لله يا ربي. اتوقع ان هذه كذا. يا رب. الله اكبر يا شيخ. يا ساتر. حلو. Last level this is quite tricky. Okay. اوه اوه يا رب يوصلني كفو. اوه 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 شيء. طيب اللي بعدها. حلو حلو اهم شيء فكيناها. اخر ليفل يا عيال، اخر ليفل. يا رب ما نكمل ساعة في الماب. يا رب يا رب يا كريم. صعب هذا، صعب صعب والله. فتحت الباب قسم بالله، يعني ايش تبون اسوي عشان افتح الباب؟ شلون؟ يا الله الله. تكفون فوز تكفون، لانه ما بقى شيء حديد الله. يوه يا الهي يا رباه يا رباه. شلون اعبر؟ قلت الجواب يو كان اديت كريشن تايم 5 اورز. هذا المده اللي خذيتها في الماب، 5 ساعات. ايش اللي 5 ساعات عشان تسوي ذا الماب؟ سب يوتيوب، سبوت كريتر، كود شوب في اس ال اللي تبون تستخدمونه. اللي وده يدعمني دعم مادي حطه. فشكرا لكم جميعا على المشاهده، ان شاء الله استمتعتوا في المقطع. لا تنسون زر اللايك وزر الاشتراك وزر التنبيهات، اهم شيء زر التنبيهات اللي ينزل مقاطع وفي اغلبكم ما يشوفها. فللي يشوف المابات جرب انك تشوف مقاطع ثانيه، شوف هل بتعجبك ولا لا. واغلب اللي يشوفون المابات اصلا ما اشتركوا، فاشتركوا في القناة. يعطيكم العافية، أشوفكم على خير، سلام.